الله صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا، ولقاء جديد يجمعنا فيكم مع جولة سريعة رصدنا من خلالها أبرز الأخبار والهاشتاغات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. وتحت هاشتاغ شارك في الرقابة بنبدأ جولتنا، واللي من خلالها رصدنا لكم تغريدة من حساب وزارة التجارة والصناعة تؤكد على استمرار فرق التفتيش والرقابة بجولاتها لمواجهة مخالفات الأسعار بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة السيد محمد العيبان، داعين المواطنين والمقيمين للمشاركة الفاعلة والمساهمة في الرقابة. والحساب وزارة الصحة أرسلنا لكم تغريدة يظهر من خلالها عيادة الطفل السليم، وهي عيادة متكاملة تهدف لتعزيز الصحة والرعاية العلاجية لدى الأطفال الأقل من 5 سنوات، ويبلغ عددها 73 عيادة في جميع المحافظات لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية. شوف تفاصيل خدماتها معاكم على الشاشة. أما تحت هاشتاغ جامعة الكويت رصدنا لكم فيديو لجناح جامعة الكويت المتواجد في الأفنيوز ضمن حملة القبول الإرشادية، وتفاصيل أكثر تابعوا معنا المقطع الجاي. اليوم ما شاء الله احنا في مجمع الأفنيوز وامام بوث جامعة الكويت، والاقبال مثل ما انتم شايفين بشكل مستمر غير منقطع، فترة صباحية، فترة مسائية، وحتى فترتنا الحالية وهي فترة الظهيرة. تعرفت يعني ابنائنا الطلبة في شروط القبول والمواعيد وكل المعلومات اللي يحتاجونها بالنسبة حق يعني حق القبول في جامعة الكويت والتخصصات المختلفة. معلومة ممكن ببالكم ممكن تسألونها هني، في ناس مختصة من العلاقات العامة عمادة القبول والتسجيل جاوبون على كل تساؤلاتكم، فلا تضيعون هالفرصة هذه، حياكم الله. والحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رصدنا لكم خطوات إصدار الشهادات لأصحاب الأعمال إلكترونيا، نتابع الطريقة على الشاشة من حسابهم الرسمي. إذا كنت صاحب عمل أو صاحب رخصة فردية غير مسجلة ومحتاج شهادة من التأمينات، يمكنك إصدار الشهادة من خلال موقع التأمينات وبكل سهولة. لإصدار شهادة صاحب عمل مسجل، الدخول على البوابة الإلكترونية لأصحاب الأعمال، أدخل اسم المستخدم وكلمة السر، اختر إصدار الشهادات ثم نوع الشهادة المطلوبة، اضغط على طباعة وسيتم إصدارها وحفظها في ملف التحميلات. لطلب شهادة رخص فردية غير مسجلة، الدخول على بوابة أصحاب الأعمال، اضغط على تقديم المعاملات لأصحاب الأعمال الغير مسجلين، اختر طلب شهادة رخص فردية غير مسجلة، قم بتعبئة البيانات المطلوبة، حمل صورة الرخصة والبطاقة المدنية ثم اضغط على إرسال، وسيتم بحث الطلب خلال يوم عمل، وفي حال القبول سيتم إرسال الشهادة إلى بريدك الإلكتروني. ويمكنكم التواصل مع مركز الدعم الفني لأي مساعدة على 2299-57-20.
بما أن مع الصيف تكثر وتحلى طلعات البحر، الهيئة العامة للبيئة وصلت رسالة لمرتادي البحر بأهمية المحافظة على بيئة نظيفة وشواطئ خالية من المخلفات بكل أنواعها. ومن حسابهم الرسمي خلونا نشوف الحملة التوعوية اللي شملت توزيع عدد من المطويات والمنشورات بعدد من اللغات. للأسف كثير من الناس كانوا ضحية للاحتيال الإلكتروني رغم محاولات جهات الدولة المختلفة بزيادة الوعي بمختلف الطرق. وبهالإطار وتحت هاشتاج لنكن على دراية، خلونا نشوف هالمقطع التوعوي المتداول. ألو، شلون يعني؟ فلوسي راحت؟ يعني أنا شو أسوي الحين؟ وحلالي ضح؟ ترى الشركة اللي استثمرت فيها ضحت وهمية. كل اللي شاريته جنطة بسبعين دينار. أي سبعين؟ هذه 7000. صبوا عليك؟ الناس هذه راحت ضحية الاحتيال الإلكتروني. انتبه وخلك على دراية. وفي خبر يرفع اسم الكويت دوليا، تم اختيار دكتور فواز العنزي كأفضل أستاذ في أمراض القلب والأوعية الدموية في جامعة ديوك الأمريكية. شوف التغريدة من حساب كويت نيوز على الشاشة. وتحت هاشتاج عبد العزيز الريش تداول المغردون الانجاز اللي تسجل باسم البطل عبد العزيز لاعب منتخب الكويت اللي حصل على المركز الثاني في بطوله العالم لسباحه الزعانف المزدوجه في مسافه 100 متر حره بالبطوله المقامه بجمهوريه مصر العربيه بمشاركه 38 دوله. تابعوا معنا التغريده على الشاشه. وبشذي مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا، نلقاكم باكر بنفس الوقت في أمان الله.